أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة مع شخصية تاريخية جديدة، هي شخصية سيغموند فرويد. سيغموند فرويد ولد عام 1856، توفى 1939. يعني ممكن نقول سيغموند فرويد هو مؤسس علم التحليل النفسي. ولد في مدينة فرايبورغ الموجودة في تشيكوسلوفاكيا زمان، اللي هي كانت حاليا اتقسمت لصربيا والتشيك، وصربيا والتشيك وكده، وسراييفو اتقسمت، يعني تشيكوسلوفاكيا كانت جزء من النمسا زمان. طبعا لما بلغ الرابع من عمره انتقلت أسرته إلى فيينا، بقى معظم حياته هناك. وكان معروف أن فرويد كان تلميذ نابه جدا في المدرسة، وتلقى دراساته الطبية في جامعة فيينا سنة 1881. في السنوات العشر التالية عكف على دراسة علم وظائف الأعضاء فيسيولوجي، ثم التحق بالعمل في عيادة للعلاج النفسي. بعد ذلك عمل في علاج الأعصاب، عمل في باريس مع الطبيب الفرنسي المشهور جان شاركو، وعمل أيضا مع الطبيب النمساوي الشهير يوسف فرويد. نظريات فرويد في علم النفس تطورت بالتدريج. لم يظهر له كتاب إلا في سنة 1895، وكان الكتاب بيتكلم عن دراسات في الهستيريا مع يوسف فرويد، وكان بيتكلم فيه عن تفسير الأحلام. ده كتاب تاني، لكن هو عمل كتاب مع يوسف بروير، بعد كده عمل كتاب عن تفسير الأحلام. كان من أهم أعماله طبعا، ظهر في سنة 1900. وطبعا كانت فكرة جديدة آنذاك، فعشان كده يعتبر أكثر أصالة، يعني كانت فكرة أكثر أصالة. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم ينتشر بسرعة في أول الأمر، إلا أن هذا الكتاب هو الذي أدى إلى شهرته الواسعة. جاءت بعد ذلك مؤلفات أخرى كثيرة، ولكن لم تصبح له شهرة عالمية إلا عندما راح يلقي محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية. في سنة 1902 نظم جماعة المناقشة في مدينة فيينا، وكان من بين أعضاء هذه الجماعة اثنان من ألمع علماء التحليل النفسي بعد ذلك، هما ألفريد أدلر وكارل يونغ. فرويد تزوج، أنجب 6 من الأولاد، أصيب بسرطان في الفك. منذ سنة 1923 حتى وفاته أجريت له أكثر من 30 عملية في محاولة يائسة لوقف نشاط هذا المرض اللعين. على الرغم من ذلك ظل يعمل، ظهرت له أعمال جليلة في هذه الحقبة الأليمة من العمر. وفي سنة 1938 دخلت القوات النازية النمسا. طبعا هو معروف انه يهودي، فهرب وعنده 88 سنة، كان عنده 88 سنة، هرب ساعتها لندن وتوفى فيها بعد عام. من الصعب تلخيص مساهمات سيغموند فرويد في علم النفس لكثرة ما قدم وأضاف، فهو قد أكد أهمية اللاشعور أو العقل الباطن في النشاط الواعي، وكيف أن اللاشعور نفسه يؤثر في مضمون الأحلام ويؤدي إلى بعض الأخطاء العادية في حياتنا، مثل عثرات اللسان ونسيان الأسماء، كما يؤدي إلى الأمراض. فرويد قام بتطوير التحليل النفسي كمنهج لمعالجة الأمراض العقلية، وضع نظريته لبناء الشخصية الإنسانية. اهتدى إلى عدد من النظريات في تفسير القلق والدفاع عن النفس والعقد النفسية والقمع والتسامي وغير ذلك من المشاكل النفسية والاضطرابات العقلية. كثيرا من آراء فرويد أثار نقاش وجدل وخلافات حادة في ذلك الوقت، وحتى الآن، يعني حتى الآن آراءه فيها يعني محل جدل شديد، و يعني تفكير جديد. وطبعا هو معروف أنه كان صاحب نظرية الكبت الجنسي، وانه كان الكبت الجنسي ده بيلعب دور كبير جدا في الامراض العقليه والعصبيه، وقال ان الاحساسات الجنسيه
والرغبات الجنسية بتبدأ منذ الطفولة وليس في فترة المراهقة. طبعا دي أفكار معروفة يعني ما نقدرش ننكرها يعني. ولأن الكثير من آرائه ما يزال موضع جدل بين العلماء، فإنه من العسير علينا الآن أن نعرف مكانه يعني بالضبط لتلك الأفكار. ولكن للأسف حتى الآن لم يستطع أحد أنه ينقد تلك الأفكار أو أنه يفشل أو يطلعها يعني خاطئة أو كده، لأ حتى الآن ما زالت نظرياته تدرس وتحترم. و بس يعني للأسف معظم نظرياته لم تلقى إجماعا من العلماء، ولكن لم يستطع أحد يعني إنكارها أو انتقادها. يعني ما قدروش إن هم ينقدوها نقد بناء علمي، ولكن هم لا يفضلون مثل تلك النظريات، لأنه هو يعني بيضع دايما الجنس هو سبب كل المشاكل أو سبب المشكلات اللي بتقابل الفرد، وإن الكبت الجنسي هو اللي دور أساسي في اضطرابات الإنسان. هو أفكاره في كده يعني، هي دي فكرته الأساسية يعني. يعني لا جدال بين العلماء على أن فرويد هو قمة من قمم الفكر الإنساني، وقد يرى العلماء بعده أن الرغبات الجنسية المكبوتة أقل تأثيرا على السلوك الإنساني. وقد يرى بعض العلماء أيضا أن اللاشعور لا يلعب دورا كبيرا في حياة الإنسان، ولكن من المؤكد أن اللاشعور أو العقل الباطن لم يكن له أي دور أو أي أثر يذكر قبل ظهور فرويد. فرويد هو اللي اكتشف الموضوع ده، إن في لا شعور وإن في عقل باطن وإنه وإنه وإن. مهما كانت الخلافات على الذي أضافه فرويد إلى علم النفس أو منهج التحليل النفسي، الأثر اللي تركه من بعده ما يزال قويا، وهذا وحده هو الذي يضعه في هذا المكان الرفيع بين علماء علم النفس والتحليل النفسي. ما نقدرش ننكر سيجموند فرويد، أفكار سيجموند فرويد، وإنه علامة بارزة في التحليل النفسي، وعمرنا ما بنتكلم عن التحليل النفسي إلا لما نقول سيجموند فرويد وأفكار ونظريات سيجموند فرويد التي لم يستطع أحد حتى الآن إن هو ينتقدها بشكل علمي واضح. أصدقائي الأعزاء، أشكركم شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر مع شخصية تاريخية أخرى.